أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لكل من كانت له يد وساعدني في هذا المشوار، سواء على المستوى الفكري أو المستوى الإنتاجي. تحية تقدير واحترام لجميع الفنانين العظماء الذي وقفت أمامهم فناناً مؤدي، سواء في العمل السينمائي أو العمل التلفزيوني أو المسرحي. تقديراً واحتراماً لكل من ساهم معي في أدوار شاركني فيها على مدى هذا العمر الطويل. شكراً لكم يا زملائي الأعزاء، وتقديراً واحتراماً لكم في كل خطوة خطوتموها معي، لأنه كان مشواراً صعباً جداً وجميلاً جداً في نفس الوقت. وهذه الصعوبة تكمن من خلال عظماء هذا الفن، فن السينما. كنت بتطلع لعزت كده، كان بياخدني معاه في الرحلة بتاعته اللي في الشاشة بسحر عجيب. ان هتكلم بتفصيل شوية عن لان عن جمجمة عزت العلايلي، نادرة الوجود في السينما كلها مش فقط المصرية، اتكلم على السينما كلها. يعني عزت العلايلي يقف وحيدا كوجه سينمائي. لو احنا رجعنا الوجوه السينمائية اللي شفناها سواء في السينما المصرية او في السينما العالمية، طبعا انا مش بدعي ان انا مطلع على السينما العالمية كلها، لكن استطيع ان ادعي وبكل يسر ان انا شفت اشباه وجوه سينمائية، اللي هي الجمجمة، هي رسم الجمجمة هو اللي بيعبر عنها. شفت اشباه ليا واشباه لمحمود ياسين واشباه لفاروق الفيشاوي واشباه لحسين فهمي واشباه لناس كتير جدا الا عزة العلايلي. التنوع في انتقاله من شخصية لشخصية مدهش للغاية، مدهش للغاية. يعني انا لما اتفرج عليه في الارض فلاحا مصريا، وما اتفرج عليه في المواطن مصري بعدها يمكن ب30 او 5 او اكتر من مش كده، هتلاحظوا الفرق في لعب الشخصية اللي هي كانت بتتلعب دايما عندنا في الشاشة على اساس انها شخصية نمطية ومتكررة، وهو بس في طريقة المشية او في استعمال الصوت او اضافة لون جديد للصوت. عزت العلايلي بيعمل الحاجات دي ببراعة شديدة جدا وسهولة اشد من البراعة. فانا يعني انا بتكلم دلوقتي عشان دعوة لدارس التمثيل، لما يجوا يذاكروا لازم يحطوا في اعتبارهم الممثل عزت العلايلي. شكرا جزيلا.